قسما بالنازلة الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات قسما بالنازلة الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والجمود اللامعات الخاطفات خمسة جويلية 1962 شيء آخر، هو يوم للحرية، هو يوم الخروج من الاستبداد، هو الانعتاق في الحقيقة، وليس أقل من هذا شأنا. فالجزائري في ذلك اليوم وجد نفسه أنه حر طليق من كل قيود الاستعمار. 130 سنة من الكبت ومن القمع ومن التعذيب ومن المعاناة هي التي جعلت المواطنين والمواطنات يخرجون بلا حدود. إن ذكرى 5 جويلية واسترجاع السيادة الوطنية ذلك اليوم المشهود لا يمكن أن يوصف. فرحة كبيرة وكبيرة جدا، مدينة الجزائر عاصمة الدولة تسترجع بريقها، شاحنات وحافلات، رجال ركبان ورجال يقومون ويقدمون إلى مدينة الجزائر ولسائر المناطق احتفالا بهذا. إذن ذكرى لا يمكن أن ننساها. ولهذه البهجة سبب تاريخي يرويه جيل بعد جيل. بدأ بغزو فرنسا للجزائر عام 1830، فكان أطول وأبشع احتلال. لجأ جيش الاحتلال الفرنسي منذ أن وطأت أقدامه أرض الجزائر إلى تطبيق سياسة إجرامية بكل أنواعها، فمن إبادة جماعية لمواطنين أبرياء إلى تدمير ونهب لأراضيها وخيراتها. لكن أبناء الجزائر لم يبقوا مكتوفي الأيدي، فقد قاوموا قوات الجيش الفرنسي رغم عدده الكبير من خلال ثورات عديدة قادها شخصيات بارزة وزعماء قبائل كأمثال الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة وغيرهم. وإن باءت تلك المقاومات الشعبية المسلحة بالفشل بسبب الفارق الكبير في الجيش والسلاح، إلا أن الجزائريين ظلوا متمسكين بفكرة التحرر. أمام سعي فرنسا لطمس هوية الجزائريين بمحاولتها محو ثقافتها وتغيير لغتها ودينها، ظهرت مقاومة اتخذت سلاحا مغيرا، إنه سلاح القلم، حيث ظهرت بوادر الوعي الفكري والثقافي من خلال مصلحين وأئمة وشخصيات مثقفة كالعلامة أحمد بن باديس الذي ناضل باستعمال فكره الإصلاحي من خلال جمعية العلماء المسلمين لمحاربة فرنسا مجاهرا من خلال مقالاته، وكذلك فعل أتباع دربه البشير الإبراهيمي وغيرهم، حيث اتخذوا من الصحافة سلاحا لهم. الجزائريين اكتسبوا مهارة التعامل مع الصحافة والإعلام لا سيما بعد مطلع القرن العشرين، وظهرت حركة صحفية نشيطة تعاطى فيها القلم الجزائري في مختلف الجرائد وفي مختلف التوجهات السياسية التي كانت وقت ذاك. وإذا أردنا أن نقتطع موضعا في هذا السياق فيمكن أن نبدأ بعودة النشاط السياسي في الجزائر بعد أفريل سنة 1946، حينما أصبحت كل تيارات الحركة الوطنية تتمتع بذراع إعلامي يتمثل في صحف رائدة على غرار البصائر عند جمعية العلماء المسلمين وألجيري بيبليكان
عند الحزب الشيوعي ولا ريبوبليك الجزائريان او الجمهوريه الجزائريه عند فرحه عباس، والامه والمنار عند حركه الانتصار للحريه الديمقراطيه، ثم نشريه لو باتريوت التي طبعا استصدرتها اللجنه الثوريه للوحده والعمل. الواقع الجزائري كان يعج بصحف المعمرين على غرار ليكو دالجي، ليكو دورون، لا ديباش وغيرهم، وكل تلك الجرائد كانت تمثل مختلف أطياف المجتمع الكولونيالي في الجزائر، وكانت من جهة تعتم على ما يقع في الجزائر وتقدم أخبار مغلوطة، وفي نفس الوقت تحاول أن تقبر كل محاولة من أجل إبراز الذات الجزائرية. ساهم ظهور بوادر العمل السياسي في الجزائر منذ مطلع القرن العشرين وظهور أحزاب سياسية بعد الحرب العالمية الأولى كحزب نجم شمال إفريقيا 1926، ثم حزب الشعب الجزائري 1937، والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، ثم حركة انتصار للحريات الديمقراطية 1946 في بلورة فكرة الوعي السياسي. وسائل الإعلام كتبت عن الحركة الوطنية قبل ما تكتب عن الثورة، وسائل إعلام عربية وغير عربية. في مثلا إذا مشينا إلى عام 1945 في موقف ما يسمى بحوادث 8 مايو عام 1945، وجدنا وسائل إعلام عربية كتبت ووسائل إعلام أجنبية كتبت، ومن المفارقة أن مجلة أمريكية تسمى مجلة الجيش الأمريكي، مجلة الجيش الأمريكي كتبت وغطت ما جزر 8 مايو 1945، واعترفت بأن ارتكبت فرنسا مجازر في حق الجزائريين، وأعطت رقما ضخما لضحايا الجزائريين. قالت أيضا بأن الفرنسيين استعملوا السلاح الأمريكي في ضرب الجزائريين. مجلة نيويورك تايم في عام 1945 وفي أوت 1945 كتبت كذلك على هذه المظاهر، وقالت بأنه هناك شعب يقاوم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة رأي مفتوحة، هذه أول مرة نتلاقوا فيها، وهذا في حد ذاته. تكونت اللجنة الثورية للوحدة والعمل 1954، فتميزت هذه الأخيرة بالتنظيم السري من خلال 22 عضوا. وش نقصد بالحسم؟ الحسم هو نشمر على ذرعينا ونتكلوا على. واجتمعت المجموعة الستة المنبثقة عن الاجتماع السري في 23 من شهر أكتوبر 1954، حيث خطط الشباب المناضلون لتفجير ثورة التحرير بتاريخ أول نوفمبر 1954، متفقين على التمثيل السياسي للثورة من خلال جبهة التحرير الوطني، ومدركين عدم كفاية الكفاح المسلح. لازم يسبقوا بيان يتوزع على الشعب ويسمع به العالم. خلافا لما هو مشهود لهم معروف يعني في العالم في الثورات العالمية وفي الحروب العالمية، الثورة الجزائرية يشهد لها من طرف العدو قبل الصديق بأنه بيان أول نوفمبر قد تطرق لمفهوم الإعلام والدعاية في بيان أول نوفمبر، هذه قوة محسوبة للمجموعة التي يعني أخذت على عاتقها تحرير البيان أو صياغة البيان. كل واحد يرشح الشخص. نعم، لابد من إيصال صوت الثورة خارج الجزائر وتدويل القضية الجزائرية، هكذا اتفق أعضاء جبهة التحرير الوطني. لابد من كفاح إعلامي. وكأنها كانت أمور ممنهجة، كانت أمور مسطرة. ذكاء هؤلاء العباقرة، أنا أقول دائما وأبدا أنهم عباقرة، بل أكثر من ذلك أنا أقول بأنهم كانوا أناسا خرجوا على 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 الإنسانية بالمفهوم العام الشامل. ذكاء خارق، أنهم أسسوا لمفاهيم عدة وهم لم يطلقوا رصاصة واحدة بعد. القادة أرادوها في تونس، أرادوها في مصر، أرادوها في سوريا، أرادوها في العراق، حتى تكون شاملة كاملة جامعة مانعة لتغطية إعلامية لإيصال صوت الثورة إلى الأصدقاء والأشقاء العرب. وجاء اليوم الحاسم، موعد تفجير الثورة التحريرية الجزائرية بتاريخ أول نوفمبر 1954. جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا،
وكان الأمر كما خططت له جبهة التحرير الوطني، الكفاح الإعلامي جنباً إلى الكفاح المسلح. قامت الجبهة بإصدار بيان أول نوفمبر وتوزيعه مع اليوم الأول من نوفمبر غداة اندلاع الكفاح المسلح، موضحة من خلاله طبيعة الثورة وأهدافها وسبل نجاحها وضرورة احتضانها من طرف الشعب، وكذا أهمية مرافقة الوسائل الإعلامية المختلفة لها. فكان البيان أول وثيقة إعلامية تداء عبر أثير إذاعة القاهرة من خلال صوت العرب بصوت الإعلامي المصري أحمد سعيد. أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلام وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل. هذه الإذاعات والله كان لها الفضل الكبير حقا في إذكاء الوعي الوطني لدى الشعوب، لأن صوت العرب مثلا أحمد سعيد هدايا كانت الناس تتبع فيه في كل مكان، كل الناس تتبع واش كان يقول أحمد سعيد، واش كان يقول بوزيدي محمد بوزيدي، واش كان تقول المجاهدون بالكلمة. ولهذا هذه الإذاعات يعود إليها الفضل في أنها أذكت كما قلت الوعي الوطني وأيقظت الشعور الوطني ويعني جندت الشعب في صالح كذا، يعني الوعي الشعبي العادي كان يتابع النشاط الإعلامي. ومنذ ذلك التاريخ أصبح صوت العرب بالقاهرة أول وأكبر دعم إعلامي خارجي للقضية الجزائرية. هذا التعتيم الإعلامي الذي تقريبا عزل الجزائر عن العالم وعزل وضع الجزائر عن العالم، ولذلك بيان أول نوفمبر جعل من بين أهدافه الاستراتيجية أن تكون القضية الجزائرية حقيقة واقعة، بمعنى أن تكون مرئية لدى كل هذا العالم الذي كان يجهل الشعب الجزائري ويجهل وضعية الشعب الجزائري والمعاناة التي كان يكابدها في مواجهة هذا الاستعمار. الجزائر عني يا فضاء. فظهر في البداية برنامجا تحت عنوان وفد جبهة التحرير يخاطبكم من القاهرة، لتتوالى برامج الجبهة بالإذاعة الثورية بالقاهرة بتسمية مختلفة من خلال صوت العرب، كان هدفها الدعاية للثورة في أوساط الشعب الجزائري والحكومة الفرنسية والرأي العام العالمي من أجل استمالته لقضيتها العادلة. وأديتها بوحة. ينبغي أن نفهم أن الإعلام كان نوعان، الإعلام الموجه للداخل والإعلام الموجه للعالم. الإعلام الموجه للداخل اتخذ أشكال مختلفة، عندك مثلا منشور نتاع جبهة التحرير الوطني وتحب تبلغه إلى جهات معينة، كيف تحمله؟ كيف تنقله؟ أنا أعطاني واحد مسؤول في القيادة في ساحة الشهداء ديسك نتاع شارل أزنافور هذاك المغني، أعمل لي فيه في لذاك لأنني باش ناخذ الميترو اللي كان الفرنسويين هما كلهم اللي حاكمينه. قال لي هذا تديهولنا المكان الفلاني وتوصلوا باش ما يفيق به حتى واحد، أنت شاب هز معك هذا الديسك نتاع الغناء باش ما حتى واحد ما ينتبه ليك. قال هذا يحب شعب الله زابوع وكذا، ادي هذا لذاك. وفي وسطه كان الإنشاء المنشور المهم جدا. هاتي المنشور أولا تضحض ما كان تقوله الإدارة الفرنسية عبر جرائدها الرسمية الكولونيالية على غرار ليكو دالجي، لا ديباش دوغون، ديباش دو كوستانتين وغيره، كانت تضحد هذه الأكاذيب التي كانت تروج لها على أساس أنه فيه مجموعة من قطاع الطرق وفلاقة وخارجون على القانون وعصابات، كانت تدافع عن مسارها وفي نفس الوقت كانت تبلغ. كانت هذه المناشير جسر بين الثورة الجزائرية أو بين جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني و بين الشعب الجزائري، كانت وسيلة رائعة جدا، هي وسيلة معروفة في التاريخ، يعني أول وسيلة تقال يعني في عملية الاتصالية، وهي البراح. البراح كان يعمل عملا رائعا جدا لأنه كان يبلغ بطريقة سلسة وطريقة ذكية جدا عن طريق كلمات فقط كان يقولها إبلاغية. وفي 16 من شهر ديسمبر عام 1956 وبفضل مجهودات حركة التسليح والاتصالات الجزائرية على رأسها المناضل عبد الحفيظ بوصوف،
خاطبت جبهة التحرير الوطني الشعبي الجزائري ولأول مرة من خلال الإذاعة الجزائرية الثورية السرية، معلنة ولادتها على لسان المناضل الإعلامي عيسى مسعودي. أيها الإخوة في كل مكان، سلام عليكم من أرض الجزائر الثائرة. هذا الرجل بصوته الشجي والذي قال فيه الرئيس المرحوم هواري بومدين، الثورة الجزائرية انتصرت 50% بجيش التحرير و 50% بعيسى المسعودي. ظهرت إذاعة صوت الجزائر الحرة يعني، وهذه الإذاعة جاءت عقب البرامج التي كانت تقدمها الثورة عبر صوت القاهرة تقريبا من سنة 1954 حينما أذيع البيان إلى غاية 1956، وهكذا تمكن الجزائريون من الاستقلالية بجهاز إعلامي، رغم قلت أنا ذاك بإمكانيات واقع الحال كما يسمى لموين دبور، يعني نجد بأن الجزائريين تمكنوا على ضفاف الحدود طبعا من اقتناء شاحنة جي ام سي كما هو معروف، وتم البث لبرامج صوت الثورة في إطار متحرك. وطبعا ولا ننسى آنذاك بأن هذا كان يمثل تحديا، وهنا تكمن قلت الفن الإعلامي للشعب الجزائري. الإذاعة الثورية السرية أو الذراع الإعلامية للكفاح المسلح، كانت هذه الإذاعة الثورية تقوم بوظيفتها الإعلامية من على متن شاحنة صغيرة متنقلة عبر الحدود الجزائرية، تقدم بلاغات عسكرية وترد على الإدعاءات الاستعمارية الكاذبة والمزيفة، وتوضح حقيقة ما يجري من صراع مسلح مع العدو، وكانت تبعث الحماس في نفوس الجنود المناضلين في صفوف الثورة. إذاعة سرية التي كانت واحدة من جسور الإعلامية قوية جدا. لماذا؟ لأنها لعبت أو كانت تحت قبعتين، قبعة عسكرية وقبعة إعلامية، حتى يخرجوها من الجهوية إلى العالمية. فهنا ظهرت إذاعة بودابست، وظهرت إذاعة يوغوسلافيا، وظهرت إذاعة الصين، وظهرت إذاعات الجزائرية أو صوت الجزائر من هذه الإذاعات الغربية. كان مهم جدا أن تكون شمولية وتكون مواكبة وموازنة لما يحدث في الثورة. كما لجأت الجبهة إلى تعزيز إعلامها الداخلي بصحف خاصة عبر ولايات الجزائر. كل ولاية تاريخية كانت لها صحيفتها الخاصة، على غرار الجبل وعلى غرار صدى التطري بالنسبة للولاية الخامسة، وعلى غرار النهضة بالنسبة للولاية الثالثة. في الفترة ما بين 1954 مع انطلاق الثورة إلى تقريبا سنة 1955. دعمت الثورة جهازها الإعلامي بإصدار جريدتي المقاومة والمجاهد. أي عمل، أي تنظيم، أي جهاد ما عندوش لسان ناطق باسمه ما يستطيعش يوصل المبرر، ولذلك كان لابد أن تكون هناك يعني وسائل لتبليغ ما يحدث في هذا، لأن الفرنسيين هنا يشوهوا قتلنا كذا من الفلاقة، ولكن ما يقولوش واش مات منهم أبدا، وحتى يقولوا الفلاقة يبالغوا في العدد. فكانت هذه صحيفة المقاومة وصحيفة المجاهد تعطي البلاغات الحقيقية إلى جانب صوت الجزائر وكذا، كانت تعطينا البلاغات العسكرية الحقيقية. وفتحت جبهة التحرير الوطني مكاتب إعلام في عواصم الدول، فكان أول مكتب إعلامي بالقاهرة عام 1955، ثم عمان ودمشق. في 19 مايو 1956 الثورة كانت بأمس الحاجة إلى الطاقات المثقفة. هنا التحقت المئات من الطلبة الجزائريين من الثانويين ومن الجامعيين. أنا كنت من طلبة المتوجه إلى سوريا إلى دمشق، كانوا أمامنا طلبة سبقونا في 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 سوريا. في نهاية 58 بدينا الإذاعة تاع سوريا نتكلم عن الثورة الجزائرية والأحداث التي تطرأ في الجزائر، ونتكلم كذلك عن الهيئات الدولية التي تساند، لأن كان عندنا اتصال في إطار الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، ووفود الطلبة ووفود الاتحاد كانت في ذلك الوقت تتنقل خاصة في الدول الشرقية، يوغوسلافيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا في ذلك الوقت. ونحن نرى نهضة الطلاب في الجامعات
الدولية هذه اللي فائدة الثورة الجزائرية. كما فتحت مكاتب إعلام في تونس سنة 1956. في ذلك الوقت كان فيه مراسلين، كانت فيه مكاتب خاصة شبكة الرايترز أو وكالة الأنباء البريطانية الشهيرة رايترز كانت موجودة في الجزائر، عندها مكتب في الجزائر وكانت تنقل الأحداث بكل صداقية. وربما المشاهد الكريم سنوات 1957 تحديدا مع معركة الجزائر، الكل ربما المشاهد الكريم أعود به في صورة ذهنية إلى فيلم معركة الجزائر، حين كان يستنطق الشهيد الراحل البطل محمد العربي بن مهيدي لما ألقي عليه القبض، وأقيمت له ندوة صحفية أنه كان فيه مراسل بريطاني يطرح عليه أسئلة، وهذه حقيقة واقعة طرحت له أسئلة من طرف الصحافة البريطانية والذي كان يمثل وكالة الأنباء العالمية رويترز. من هنا بدأ التفكير الإعلامي في الخارج أنه يغير مساره، لأنه كان يعتقد الإعلام الخارجي خاصة الدولي ومنه الغربي كان يعتقد بأنه ما يحدث في الجزائر هي قضية داخلية لفرنسا. أولا كانوا يعترفون بأن الجزائر هي قطعة من فرنسا، ثانيا كانوا يأخذون عن المقالات المكتوبة من طرف المراسلين الفرنسيين والصحافة الفرنسية. السينما لعبت دور دعائي ودور إعلامي هي الأخرى، كان فيه كثير من الأصدقاء الثورة، بوتي كان واحد من الرواد الذين دائما وأبدا في معهد الإعلام نقول بأنه هو رائد السينما الثورية أو الإعلام الثوري في الجزائر، وكان معاه كمساعدين أيضا مازال عدنا أطال الله في أعمارهم بعض المخرجين على غرار أحمد راشدي الذي كان واحد أيضا من مساعدي غوتيه في ذلك الوقت. كانت هذه الأفلام الوثائقية التي تصور في المغارات وتصور في الجبال وفي الكهوف أعطت نظرة أخرى شمولية لبعد الثورة الجزائرية بأنها ثورة شعبية حقيقية وليست ثورة مجموعة فلاقة كما كانت تدعي الإدارة الاستعمارية. لكن أيضا فيها المسرح لعب دور كبير في الإعلام، الرياضة أيضا، كرة القدم أيضا، والمنتخب التاريخي لجبهة التحرير الوطني اللي كان على رأسها من الأسماء الثقيلة جدا في البطولة الفرنسية مثلا والعالمية، سفراء الثورة على غرار راشد مخلوفي والإخوة زيتوني ومعوش وغيرهم، هذو كانوا سعيد عمارة حتى ننسى والراحلين عنا أيضا، هذو الذين أطفوا نكهة خاصة أيضا إعلامية، كانوا يعلمون ويخبرون، كانوا يمثلون وسيلة إخبارية ولكن عن طريق المستطيل الأخضر. استمرت الثورة في جهودها الثورية وتعزيزها إعلاميا، فكانت على الصعيد الخارجي ترسل وفدا يمثلها من أجل عقد ندوات صحفية والإدلاء بتصريحات حول تطور الثورة وما تواجهه من جرم استعماري لمحاولة إخمادها، متنقلين بين مدن العالم لنشرها عبر وكالات الأنباء الدولية. كنا نتنقل نبقاوش في دمشق يعني في العاصمة، مثلا انا كنت نمشي لحلب، في حلب كذلك نعمل اللقاء مع الفئات الحية، دائما نأتي بالجديد ماذا وقع، وان الاستعمار كان يدعي انه يريد ان يجد حلا ولكنه كان يضع العراقيل في 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 في, في طريق الحل. والشيء اللي ساعدنا مثلا نحن في 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 في, في الشرق بصفة عامة، وهو ان دول المشرق العربي مثلا سوريا مصر العراق كانوا قاطعين العلاقات مع فرنسا. احتضنت القضية الجزائرية فساعد تدويلها على تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة بالقاهرة في 19 سبتمبر 1958 لتصبح الأداة الدبلوماسية والسياسية للجبهة وصوت الجزائر المكافحة. مع ظهور الحكومة المؤقتة الأولى التي ترأسها الراحل فرحت عباس، لأول مرة تكونت ما سميت بوزارة الإعلام، وكان على رأسها الراحل محمد يزيد وهو واحد أيضا من الذين كتبوا في الإعلام الثوري والذين واكبوا الدبلوماسية الجزائرية. الدبلوماسية أعود وأقول لعبت دور كبير في المحافل الدولية، أحداث 11 ديسمبر التي وثقت فعلا لحضور
الجبهة بالمحافل الدولية على غرار الأمم المتحدة التي في ديسمبر نهاية ديسمبر تحديدا 25 ديسمبر 1960 أقرت بإلزامية الدعوة للاستفتاء العام. وداعا صيت الثورة التحريرية بفضل تدوين الإعلام السمعي والكتابي وحتى المرئي لها في كل أرجاء العالم. جنرال جياب في فيتنام، جوزيف بروستيتوس هذا الرجل الذي تزعم يوغوسلافيا، خروتشوف الذي اعترف بالحكومة المؤقتة الجزائرية في عام 1960، الرئيس الأمريكي جون فيتزجيرالد كينيدي تبنى عدالة القضية الجزائرية ودافع عنه، كانت له صداقات كبيرة مع محمد يزيد في الولايات المتحدة الأمريكية في مكتب نيويورك، لدينا شوان لاي، لدينا نهرو، لدينا فيدا كاسترو، شيغيفارا الذي كان يزور الجزائر، لدينا زعيم المؤتمر الوطني الإفريقي نيلسون مانديلا. حتى الفرنسيين ذاتهم كثير من الزعماء الأحزاب السياسية أو غيرهم من الكتاب، نذكر واحد من مشاهير العالم وصاحب جائزة نوبل التي رفضها تحديدا جون بول سارتر، واحد من أصدقاء الجزائر، واحد من فلاسفة العصر كما يقال، أنه كتب كثير على الثورة الجزائرية، نتكلم على كاميو، نتكلم على كثير من القادة والزعماء والكتاب وغيرهم، هذا أيضا أسسوا لعملية ادعائية وترويجية بطريقة غير مباشرة للثورة التحريرية. لم تجد فرنسا المحتلة أمام تدوير القضية الجزائرية ووقوف دول العالم جنبا إلى الجزائر المكافحة سوى التراجع عن عنادها. La France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes se constituent en un état entièrement indépendant. الحديث عن الاستقلال قد سبقه في 18 مارس 1962 عندما أفضت مفاوضات إيفيان إلى حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، تركت لهم هذه الفرصة منذ 18 مارس، والصحافة العالمية وهي تكتب، لا أقول الصحافة العربية فحسب بل تعدتها إلى الصحافة العالمية، حتى كبريات الصحف، أعطيك مثال ديلي تيليغراف، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، فيه كتابات كثيرة، لأنه في حتى صحفيين أمريكان من واشنطن بوست ونيويورك تايمز كانوا متواجدون كمراسلين بالداخل الجزائر وينقلون الحدث يوما بعد يوم. إذن التقارير الصحفية لم تكن تقارير آنية، تقارير مناسباتية يوم الاستقلال فحسب، بل تعدت إلى أكثر من ذلك، أنها كانت بعدية، كانت قبلية، كانت تتحدث عن الثورة وعن الاستقلال من قبل، من 18 مارس وهي تتحدث عن استقلال الجزائر. هكذا كان الاستقلال استحقاق انتزعته الجزائر بقوة وجدارة، وساعدها على ذلك تدوين الإعلام الدولي في كل مساره.